دخلت عبر ميناء رفح البري بشمال سيناء اليوم 169 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة إلى الفلسطينيين بقطاع غزة. وصرح مصدر مسؤول بميناء رفح البري بأنه تم إدخال 163 شاحنة محملة ب 4500 طن من المساعدات الإنسانية المتنوعة، بالإضافة إلى أربع شاحنات تحمل أكثر من 160 ألف لتر من غاز الطهي. وأشار المصدر إلى أنه يتم تسليم الشاحنات إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا والهلال الأحمر الفلسطيني.